السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع اللي هكلمكم عليه دلوقتي الأداء الوظيفي اللي هو Job Performance، واللي قامت بإعداده الباحثة فاتن عبد الهادي إبراهيم مرسي تحت إشراف أستاذ دكتور ممدوح رفاعي. هذا الموضوع يتناول مجموعة من العناصر الفرعية، وهي مفهوم الأداء الوظيفي، عناصر الأداء الوظيفي، محدداته، أهمية تقييم الأداء الوظيفي، القائمون بعملية الأداء الوظيفي، ثم خصائص إدارة الأداء الوظيفي الناجحة، والتميز في الأداء، ومشكلات الرضا الوظيفي، وخلاصة هذا الموضوع. إيه هو الأداء الوظيفي؟ هو نشاط يمكن الموظف منه أو يمكن الموظف من إنجاز المهام أو الأهداف المحددة له بنجاح وباستخدام الموارد المتاحة، أيضا القيام بأعباء الوظيفة من مسؤوليات وواجبات. أيضا هو حصيلة تفاعل عاملي القدرة والدافعية معا، حيث العلاقة واضحة بين المتغيرين، فالفرد يمتلك القدرة على أداء عمل معين، ولكنه لن يكون قادرا على إنجازه بكفاءة وفاعلية إن لم تكن لديه الدافعية الكافية لأدائه. والعكس صحيح، يمكن أن يتوفر لدى الفرد الدافعية الكافية لأداء العمل، لكنه قد لا يؤديه بالشكل المطلوب لعدم توافر القدرة. وانا بقول حصيلة تفاعل عاملي القدرة والدافعية ليه؟ لان لو اتضربوا في بعض المحصلة بتكون ناتج فعال، ولو كانت احد العناصر مفقود، يعني القدرة 70% والدافعية صفر، يبقى الناتج صفر. والعكس صحيح، الدافعية 90% مثلا والقدرة صفر، يبقى الناتج صفر. إذن عشان كده بنقول حصيلة تفاعل عاملي القدرة والدافعية معا، أي ضرب العنصرين في بعض وليس جمعهم لهذه المعادلة. عناصر الأداء الوظيفي، أول حاجة الموظف وكفاءته، العمل ومتطلبات العمل، ثم البيئة التعليمية. والأداء الوظيفي له محددات، هي الجهد والقدرات وإدراك الدور أو المهمة. وأهمية تقييم الأداء الوظيفي، هي أول نقطة طبعا تخطيط الموارد البشرية، أشوف التخصصات المطلوبة وأعدادها في العام القادم، ثم تحسن الأداء وتطويره أو تحسين الأداء وتطويره، واكتشاف وتحديد الاحتياجات التدريبية، ووضع نظام عادل للمرتبات والحوافز والمكافآت، وإنجاز عملية النقل والترقية، ومعرفة معوقات ومشاكل العمل، وآخر حاجة تقييم المشرفين والمديرين. وهترك لحضراتكم بقية التفاصيل لهذا الموضوع اللي أنا شايف إنهم موضوعات المهمة أو التي في غاية الأهمية.